بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل عوائلنا اللي جاي يشاهدونا، والله يتقبل صيامكم وقيامكم ببركة الإمام الحسين سلام الله عليه. وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم السادس، وما زلنا في مرحلة التراث، هذه المرحلة الصعبة صراحة على المتسابقين، وإن شاء الله يتأهل في هذه الحلقة المتسابقين اللي راح يجيدون التراث ويؤدون الأداء الحقيقي المطلوب منهم إن شاء الله. وباسمكم نرحب أجمل ترحيب باللجنة الحاضرة معانا، وأبدأ بالشاعر الحسيني الكبير السيد سعيد الصافي. حياك الله سيدنا. حياك الله وحيا الله مشاهدي قناة الطليعة ومتابعي برنامج منشد العراق، نسأل الله أن نكون عد حسن ظنهم إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية سيدنا. كذلك أهلا ومرحبا بالرادود الحسيني الوسيم والجميل علي مهدي. طبعا مو مثل جمالك يا حبيبي. الله يبارك. الله يسلمك يا حبيبي. سمعت من محمد ايش قال لك؟ قال لك نيلة. لا شلون؟ يا ها لا هاي انت ها كنت تلعب بالموبايل. لا اسف. شوف هاي السؤال شوف. ممكن صحيح، فانا اخلي الجمهور حكم بيناتنا وصوتي اخضر للجمهور ورمضان كريم عليكم. الله يبارك فيك يا عزيزي يا ملا. اهلا وسهلا بالشيخ المفوه القارئ الدولي الصوت الكبير ميثم التمار. الله يحفظك ويوفقك بحق محمد وال محمد ويشفينا شر محمد و لا 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 والله مقرود. وانا محمد الحلفسه، واحد اسمه محمد البالغ. الله مقرود يا محمد. ابو فضه الورد المحترم العزيز الغالي اخونا وعزيزنا، اسال الله ان يوفقه بحق محمد والي محمد. بجوره لك شيخ. انا اشكرك واسال الله ان يتقبل الصيام والقيام ان شاء الله. امين. يحفظ لنا ابونا وعمنا وخيمتنا سيد سعيد الصافي. الله يحفظك. خلي خيمه علينا ان شاء الله. آمين. وعلى خدام الحسين. امين. خلي شمعه بيناتنا تنور لنا الطريق نحو المسيره الصحيحه لخدمه سيد الشهداء. احسنت. الله يحفظه ويوفقه. أتمنى التوفيق لكل المشاركين. وأنت قلت هاي حلقات صعبة على المشاركين، وأضيف لك وعلى لجنة التحكيم أصعب. أكيد. الله يحفظك. شكرا جزيلا. كذلك أهلا ومرحبا بالرادود الحسيني والمنشد العراقي الكبير محمد الحلفي. الطيب الغالي علي زور الله يحفظك إن شاء الله. أنا لازم نلقى له لقب محمد. وأتمنى لك التوفيق. بين الرواديد شو نسمي بالله؟ وردة الرواديد شو نسمي؟ هو هذا انا خادم. ها؟ صغير محمد الحلف. وين ما يكون مثمر. ها؟ وين ما يكون خادم مثمر صغير رجل عطاء. الله يحفظه ويخليك حبيبي. الله يبارك بيك. كذلك اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين مره ثانيه، ونستمع وياكم لاول متسابق بهذه الحلقه اللي هو امير الهاشمي. اهلا وسهلا. عباس عندي عتب وينك يا خويا يضموني بعدك تحيرت بعدك تسيرت وينك يا خويا هل صوتي جاك من ختمة حيرة هل صوتي جاك من ختمة حيرة بهاي الضيعين يا شبيل حيدرة طف كربلاء خليتها مطشرة وراحت يا سبع القنطرة ميسرة هاليوم ردت إليك تنشيد تدري شين يشدوني وين راعي العلم ينصب وين الخيام وينك يا خويا هضموني. طيب الله انفاسك يا امير الهاشمي. الله يعزك.
الله يوفقك في سجل حسناتك ان شاء الله. حبيبي امير ايش قد عمرك؟ ان شاء الله راح ادخل 27 ما شاء الله موفق ان شاء الله. محمد الحلفي حبيبي الله يوفقك اموري. الله يعزك والله اموري انت صوت الله اهل العظيم. الله يكون بعونكم. طبعا مرحله جدا صعبه والمطلوب منكم هو عدد قليل طبعا لانه بالتالي هي مسابقه يحتاج من كل حكم يصعد 10 متسابقين لربما محمد الحلفي او شيخ ميثم او ملا علي او السيد سعيد عندهم الاصوات اللي يقتنعون بها مثل جوز مثل صوتك موجود في فريق محمد بس ما موجود في فريق ما نقدر نحكي خاف نحكي ويقول تحرجنا. نعم شيخنا العزيز انا اعتذر منك امير اطلاله جميله وان شاء الله يكون مسيرك في هذه الخدمة الحسينية مكلل بتمام النجاح والكمال آمين. والقبول إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. مولى علي موفق لكل خير إن شاء الله يا حبيبي يا أمير. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك أمير الهاشمي. ربي يحفظك إن شاء الله. مستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين والآن نستمع سوية لابن بغداد الكاظمين المتسابق يحيى علي. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يحيى. أهلا شيخنا العزيز. شرفتنا عيوني. الله يوفقكم. أهلا إن شاء وسهلا. الله يحفظكم. منين أنت من الكاظمية يحيى؟ أنا من بغداد من مدينة الصدر. ها كاتب ها مدينة الكاظمين قال العفو العفو نعم. من مدينة الصدر أهلا وسهلا. الله يحفظكم شيخنا العزيز. بالشوادر بالدافل بالفلاح. بالداخل بالداخل. أهلا 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 أهلا. الله يحفظكم. شرفت شرفت يحيى ايش قد صار لك تقرأ؟ شيخنا انا عمري 14 سنه وخادم لسيد الشهداء. موفق يعني لحد الان تقرا مجالس و ان شاء الله ومواكب. ان شاء الله. لكن احنا نعاني شيخنا انه تكفيف وكذا فهم شويه يعني ما ينطونا حقنا بهذا الموضوع يعني. ها يعني ما يدعونك؟ اي نعم نعم. الدعوات لك قليله يعني. احسنتم شيخنا. لا احنا نتمنى ان شاء الله من الاخوه اهل المواكب رغم ذلك يكون يعطونكم فرصه دائما ويقدموكم على الاخرين. أسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا. الله يحفظ. لو عدي موكب أنا كان خليتك تقرأ بس ما عدي. الله يحفظكم شيخنا. الله يكفي إن شاء الله. الله يبارك. تفضل تفضل. يا العايش بعيوني وروحي جميل من بعدك شداوي جروحي الله شلون اتصبر عيلك بار شلون اتصبر عيلك بار من بعدك شداوي جروحي الله الله يا وسط عيني ويا فرحة عمر مذخور لسنيني سالي مريت من الموت الفيني ويوم بصوتك انا عطشان اريد بسمتي رويني الله وفرشت قبلتك سجادتي جبيني شو تقول يا ابني ويا وردة قلب امك عطشان اريد تروي بشمك يا ابني ويا وردة قلب امك عطشان اريد تروي بشمك
قلبي تفطر عيل كبار من بعدك شدا وجروحي. طيب الله فاسد. الله ما شاء الله ان شاء الله يوفقك يا يحيى. علي علي مرخصتك. نعم حبيبي. بس اريد اسال يحيى سؤال. نعم. هسه هو ما جاي يشوفنا اكيد، فاحنا نعم. نساله سؤال، نقول له ببصيرتك منو تتوقع كان ممكن ان يختارك ويضغط ويخليك في فريقه؟ والله شيخنا ما اعرف، انا خاف انه اجاوب جواب واكون محرج امام حضراتكم. لا لا تنحرج قول. بس اتوقع يعني حضرتك شيخنا. تتوقع انا اختارك يعني؟ اتوقع يعني ما أعرف. انت كنت متوقع من قبل لا تجي له هسه؟ لا لا هسه يعني هيك يعني ها أي. قبل لا تجي ما كان عندك توقع انه راح نختارك 4-3-1؟ ما لا لا صراحة، لان كان لدي اكثر من اختيار يعني. اختيار بمن؟ من عندنا؟ قصائد. لا لا ها ايوه. هسه اختارك الشيخ ميثم التمار ضمن فريقه. اتشرف طبعا بالشيخ وبكلياتكم على راسي. والجماعة ولا لهم غرض. الله يبارك بيك ويعزك. الله يوفقكم ان شاء الله. والله يوفقكم ان شاء الله. شاكر لكم جدا. حد اللي ينافسني ويضغط وياي ان شاء الله. محمد الحلفي ايضا اختارك. زين تختار محمد الحلفي لو اوقف اوقف بعد اكو واحد انا اشوفه صبعه قريب على يعني على زر الاضاءه. نعم. اشوفه صبعه قريب على زر الاضاءه ما ادري. شفت ايضا علي مهدي من الكويت ايضا ضغط على الزر. ما سي سعيد نعذره لان عطلانه. والله انا سي سعيد بس وجوده وسماع صوته شرف الي بصراحه. الله, الله يسلمك. بس انا ما اختارتك لان القصيده مو تراثيه. اها لا سيدنا هاي احنا نعتبرها قديمه ما يخالف. قلنا مو تراثيه شيخنا. سيدنا انت انت الله يطول بعمرك هو معاصرها ما يخالف. زين سمحوا لي اقرا المستهل للسيد. لا انت هسه الان تاهلت. ها انت الان تاهلت. هسه عندك 3 خيارات، محمد الحلفي وعلي مهدي ومحمد الحلفي. وعلى فكرة على فكرة يحيى احنا من ضغطنا انا الله شاهد ضغطت لأدائك فقط، ما ضغط وياك للمنافسة. اتمنى تبقى على اختيارك الاول يعني. والله انا يشرفني الشيخ اكيد انا الي الشرف. الان ملا علي مهدي اسمعني، ملا علي مهدي وشيخ ميثم التمار ومحمد الحلفي. انا بصراحة يعني قلبي يميل الى ابو فضل استاذ محمد الحلفي. ايه اختار والله. ولا هو يعني بعد والنعم خدم ان شاء الله. انت صوت لكم خدام الامام الحسين موفق. لكن سن. احنا صوتنا متقارب البعض احس يعني. خدمتك انا سن. كل التوفيق. ولا يحيى احد البراعم قبلك قرأ هاي القصيده نفسه وانا قلت له هاي مو تراثيه، اذا ايدك عليها هذاك البرعم يزعل راح يقول شلون قلت لي ليه. الان هو تاهل. تاهل ان شاء الله. كل التوفيق لك يا يحيى وان شاء الله. جميل. انت الان ضمن فريق محمد الحلفي خدمة الحسين. تفضل هنا واحد وصله. يا الله دير بالك. يا الله الله يعينك. كل التوفيق ان شاء الله حبيبي. لا تنسانا الدعاء. واحنا نفتخر بيك رغم هذا ظرفك ووضعك وجيت وشاركت. اهلا يحيى جزاك الله هلا ابن مدينتي، مدينة العطاء، مدينة الإبداع، مدينة الشعراء، مدينة الأصوات، مدينة الصدر. والله الآن نستمع سوية للمتسابق حمزة الكربلائي من كربلاء. تاريخي الأمجاد موعظة وإرشاد، راعي العالم زاده ويمثل وجوده تاريخ الامجاد. يلا صوتك وياي. تاريخ الامجاد طالع بتاريخ هاشم، طالع بتاريخ هاشم يلتدور على الرياسة وخذ مقياس العوالم وانظر بعين القياسة وشوف ضرب السيف المن
والمن تلوق الفراسة هاشم أصيل كل غانمة وفرع من أصل لما عباس باسمه وصارمة بنو من هاشم أساسه من هاشم الساس والبنى العباس والذمة مجهودة ويمثل وجودة تاريخ الأمجاد. بارك الله بارك الله بارك الله. أحسنت حمزة. بارك الله فيك. أحسنت بارك الله. طيب الله أنفاسك يا حمزة الكربلائي، كل التوفيق لك يا ملة. تأهلت ضمن فريق السيد سعيد الصافي إن شاء الله. شنو اللي خلاك سيدنا حمزة؟ صوته جميل. نعم. والطريقة أداها بالشكل الصحيح، خاصة لما نزل بالقعدية قرأ المقاصير القعدية بطريقة رادود منبر متأهل. أحسنت. حمزة موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا. تأهلت ويانا إن شاء الله المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المواجهة إن شاء الله ضمن الفريق السيد سعيد الصافي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يروح حمزة، بس أنا عندي تعقيب. نعم شيخنا. أقول أصعب اختبار. نعم. وأصعب تحدي للرادود هو المحافظة على الدرجة الصوتية في البناء اللحني للقصيدة، خصوصا وأن فيها مستهل بدرجة معينة و الأبيات بدرجة والرجوع إليها يجب أن يكون بنفس الدرجة. واضح؟ خاصة إذا كان هناك انتقال في النغم مثلا. يعني إحنا شفنا قصيدة مستهلها صبا أبياتها سيقا الملا وطن، انتقالها صعب تحتاج للرجوع إلى نفس الدرجة. يعني هو لا ترافق آلة موسيقية ولا يرافقه شيء يضبط مساره الصوتي. فلذلك الرواديد القدماء لما تعلمنا كان التفاضل بين رادود وآخر هو ينتظر متى ترجع للمستهل بنفس الدرجة الصوتية وبنفس اللحن. أحسنت. وهذا ما وقع فيه حمزة الكربلائي. حمزة أخونا الرادود اللي قرأ الآن. أحسنت. قرأ الله يحسن عاقبتكم سيدنا، قرأ المستهل بدرجة صوتية ولما رجع له للمستهل بعد المقاصير رجع له بطبقة أعلى. وهذه نقطة يعني تحسب عليه لا تحسب له. أحسنت. شكراً لهذه الملاحظة القيمة شيخنا العزيز. الله يبارك. مستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين، والآن نستمع سوية للمتسابق كرار علي من بغداد. قل لي يا الميمون وين خالي حسين جاويني جيتني خالي حسين جاويني راحمني ديني. طيب الله أنفاسك كرار علي، واهلا ومرحبا بك ومشاركتك
شرف ان جميعا ان شاء الله كل التوفيق لك. نعم محمد الحلفي حبيبي علي كرار، هاي القصيده جميله جدا وتاركه طابع بالعد الناس، ولكن انت ما اديتها بصوره صحيحه نهائيا، يعني عندك اختلاف بدرجه المستهل عن النص، صار عندك تون و يعني ما كنت راكز ابدا بالقصيده. كل التوفيق حياتي. ان شاء الله. ملا علي حبيبي موفق، الملا كرار حبيبي شكرا، موفق لكل شكرا حبيبي. جزيلا لك يا حبيبي كرار علي، نتمنى لك حظ اوفر ان شاء الله. كذلك مستمرين وياكم اعزائنا المشاهدين، ومثل ما جاي تلاحظون قصائد التراث صعبه جدا على المتسابقين، الا ما ندر يوجد متسابقين ان شاء الله في الوقت اللاحق المقبل راح ان شاء الله نسمعهم سويه احنا وياكم، وراح ان شاء الله يتاهلون. اكيد انتم ضجتوا لحد الان ما حد تاهل، لكن هذا سياق المسابقه. مستمرين وياكم، والان المتسابق عباس زين العابدين من بغداد. انا امي البنين ودهري ذابني ايه، وحقي لو صيحت يا حسين يا ابني. بداية جيدة. انا امي البنين ودهري ذابني، حقي لو صيحت يا حسين يا ابني. فقد الأربعة يهون وحسين نسيباني، فقد الأربعة يهون وحسين نسيباني. صديق سهرت الليالي ومرديت روحي برباهم، وصديق صاروا بالفراس أسباع ما واحد لواهم، وصديق خيم على الحرايب بيد أبو فاضل لواهم، وذخرت بالدنيا خريب عناد صاحب لو صحيت ضحيتهم وتمليت أشتري حسين بدماهم. فقد الأربعة نشف دموعي، وعلى حسين ميت كسر ضلوعي. فقد الأربعة نشف دموعي، وعلى حسين ميت كسر ضلوعي، وصدري حسين مسحوم. بارك الله، وحسين لسيباني. وليد مجيد بارك الكناني بارك الله. شرفت ونورت حبيبي عباس. هذا اللون وتقدر تقرأ حلو. عباس زين العابدين الحبيب الطيب خادم الحسين، شرفت ونورت. الأبيات مل علي لو تعبان تعبان والله. مل علي اريد اسمع صوتك حبيبي مل علي. اي والله انا اريد ولو هو تعبان بس اريد يسمعنا مل علي الابيات شلون تنقري مال هذا اللون. ها اي سامح بصوته لازم هذه القصيده. مل علي مبدع ان شاء الله. مل علي مبدع بكل الالوان. احنا لو ما مبدع ما نخلي الالوان القديمه، وهو لو ما مبدع ما يجيب اللجنه. هو شوف مل علي هو يكفي فخرا وشرفا ها انه اشتهر في الساحه الحسينيه بقصيده مشهوره بلحن وعلى لسان كل الرواديد، وهو غير لحنها واشتهرت ما شاء الله. نعم ما من هي هاي حسين ومصابه. احسن اكيد هذا فد شيء. انت لما تغير قصيده بلحن راكز في اذهان الناس وتغير اللحن وينجح ويشتهر، هذا انجاز كبير. طبعا نعم نعم نعم. اطل المايكروفون. الميكروفون عندي بس عندك. انا شيخنا يعني وهكتني الصراحه. لا ما وهكتك لا والله لا لا لا، بس انا ممكن اغير الموضوع مثل ذيك المره شيخنا، انا تسامحني كل مره اغير الموضوع. كل مره تغير الموضوع في صوره وتراث مهم للملا عطيه الجمري. المايك مو شغال ترى. اي هسه يشتغل. افتحوا المايك شباب. ملا عطيه الجمري انا اشوف صورته الظاهر ما له متشارك او متسابق غيري في هالبرنامج. رحمه الله عليه. كل احنا ان شاء الله كل احنا. اي انا بغيت في اخر انطر لي اخر البرنامج اذا ما حصلت اقرا له قصيده. اقرا له تفضل. ف
نبدي في قصيدة ل وهذا ملا عطية الجمري لحنها محمد. لحنها الملا عطية لو أنت ملحنها؟ لا ملا عطية طبعا لحنها هو. اي نعم. اي اي يا حسين تمشي وتصفي جراح ليكون سرد علي الحروب راح. يا حسين تمشي وتصفي جراح ليكون سرد علي الحروب راح. الله. قالها وصدره ممتلي جراح راعي العلم راح ساقي العطاش راح ملعوب. شوف الحنية. طاح العلم وتمزق الجو. شوف الحنية بالقفلة. جبته ولقيت أحلى الثرى يجود صاح العدو بعضه فروض. الله أكبر. عين بسهم والراس معمود عمد على المسنات ممدود. الله أكبر. وكل زندة يا عزيزة بكت الراح الرجوع راعي العلم طاح. آه. يا حسين تمشي وتصفي جراح ليكون سرد علي الحروب راح. الله الله. قالها وصدره ممتلي جراح راعي العلم طاح. الله يبارك بيك ملا علي الرحمة. طيب الله أنفاسك. نفس الرست صحيح؟ نروح نفس الطهر. الرست القراء الملا حمزة الزغير بهذه القصيدة اللي قرأت على لسان ابننا حبيبنا. شوف ملا حمزة العراقي كيف يقرأ مقام الرست، وشوف ملا عطية الجمري كيف يقرأ ها مقام الرست. سبحان الله. سمك شطر شطر في خاطري صار. ايه. صاحت يا علم الشوم ولا ايه لا قلت اعش ينفع الاه. اها. بهاي الطريقه بروحيته الخاصه ملاعطيه يعني رحمه الله عليه. رحمه الله عليه خادم الحسين. رحمه الله عليه. علم من اعلام الخليج العربي وتراث الخليج العربي. نعم. رحمه الله عليه. عباس زين العابدين. عفوا عفوا انا نعم. اذيتكم بالمداخلات تجي في بالي مداخلات مهمه. لا لا قول قول. هذه المخارج هذا مو مخرج الصوتي مالي. هذا مو مخرج صوتي، هذا مخرج الصوت في هذه المدرسة الأسلوب. أحسنت. أحسنت. ما لما أقول لك لكل أسلوب له مخرج صوتي. شكرا جزيلا لك عباس. عباس زين العابدين. غير اللحن عباس. حتى اللحن بالأبيات ايه؟ تغير كثيرا، يعني دخل في قرارة وأصل مقام الرست ما انطانا الثيمة اللي قراها ملا حمزة رحمة الله تعالى عليه. كل التوفيق لك. إنها جمعت وجودي والعنان اللي مثلا ما أتذكر الكلام أنا. أحسنت. أي. شكرا جزيلا لك عباس زين العابدين، أتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي. شكرا لمشاركتك ووقوفك عذرنا عباس هذا المكان. مستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين، والآن نستمع للمتسابق علي نعيم من السماوة. داري لي مخيم هاي ايه والخدير وين ما شاء الله بالعالم والجافين من يدلينا بالعلقوم يا ناس والله ما شاء الله من يدلينا من طاحن جفوفك وقف حد الزود الله وين قطع بينا سهمي لي بعينك وشد من سهم الجود أثر علينا لكن يا أبو فضل الصواب العمود الله الله هيا سبينا
الله الله إيه. ها أرقى وخيم نلقوم عقبك علينا بارك الله راح الخدم و سيد سعيد يقول خلي يضغط سيد سعيد يقول خلي يضغط إيه حد الخدور انداس وبمصرع العباس من يدلينا أحسنت بحسين طلع هاي مال حمزة إيه. الله الله علي نعيم طبعاً فرضت أبو حسين فرضت على اللجنة بكاملها بأن تشعل أخضر الله الله سيد فرضت على اللجنة هو فرض على اللجنة غير إيه إيه وأنا أول واحد ضغط علي نعيم أول واحد علي نعيم شلون الواحد جايب كيبل وينتلفت شيء إيه ها لتلكم كهربكم إيه علي نعيم أنا أول واحد ضغط إن شاء الله حبيب علي نعيم أنت تأهلت بمرحلة يعني كلش صعبة والأهلك صوتك وإمكانيتك وهذا لا غبار عليه قدام أستاذ المشاهدين جاي يشوفون هم لا علي سالبت علي سالبت رايحة حتى راح يعبر الأولى والثانية والثالثة إن شاء الله يعبر القناة ويروح للسماء ويصعد منبر إن شاء الله أمامك أنا مشكلتي إن نعم. كل ما أشعل على قولتكم أشعل الضوء كل ما أختار ما حد يختارني ما يعرفوني هاي المشكلة لا ليش ما يعرفونك لا يعرفونك واختاروك انت اسم مهم يمكن اكسر خاطره ها تكسر خاطره تريد زين امامك اربع حكام والله انا بالنسبه لي كلهم الشرف نعم احنا رجلنا واحد لنا الشرف تريد نختار لك انا اختار لك هو شنو بنطرون وانت لا خله هو يختار خله هو يختار هو يختار اللي يشوفه يفيده هو يعرف اول ما اجى يدري اختار لك واحد مفول حتى وراه كسب انا اختار ميثم التمر الله يحفظك اهلا اهلا وفر تستاهل تعال ابو حسين تعال تعال شو ما اشوفه من الكسر احنا مربوطين ترى بالمايكات ما نقدر نقوم اسفين ولا نقوم شوف قبل جباهكم انا ردتك يعني انت مو شويه موفق ان شاء الله انت منشد العراق ان شاء الله ان شاء الله منشد الحسين ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق علي نعيم كل التوفيق بس ان شاء الله تكسب ما راح اشوف عود انا محظوظ هلا ابو حسين هلا ابو حسين كل التوفيق ان شاء الله اتاهل ويانا علي نعيم ساجد صوت مهم ضمن فريق الشيخ ميثم التمار اعزائنا المشاهدين من جاي اقول لكم شيخ ميثم التمار مصقرهم تعاندوني كل التوفيق ان شاء الله الان المتسابق فراس نؤاس من بغداد يا ابن امي عال تربان عفتك رمية الصورة الصورة عيني العمى ولا شوف ذيك المسية يا ابن امي عال تربان عفتك رمية عيني العمى ولا شوف ذيك المسية يا خو إيه؟ روحي يا ويقعدت وياك والجيد مساري أمشي خلونا معلقين فوق قبلها عود سواها بس هاي وراها انه عبرها حاضري أمشي
عين العمى ولا شوف ذيك المسيه العين للغاضريه. احسنت 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 حجي. طيب الله انفاسك فراس يا حبيبي، ايش قد عمرك فراس؟ 18 سنه. العمر كله فروسي فدوى لوجهك يا حبيبي، الله يوفقك ان شاء الله. يا الله. نعم ولا علي، صوت جميل وان شاء الله الله يوفقه في طريق خدمه الحسين، مشوار جميل ناطر ان شاء الله. شيخ ميثم اسف واعتذر منك حبيبي فراس. محمد الحلفي فروسي صوت حلو، الله يوفقه ان شاء الله، هو ان شاء الله خادم للحسين. سيد سعيد، يعني سمحت شيخ مثل ما تفضلت وتفضلوا الأخوة محمد وعلي أنه هو صوته جميل، ماكو غبار على صوته، ولكن شوية الأداء ما رتبه، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. أحسن، شكرا جزيلا، كل التوفيق إن شاء الله. فراس نؤاس، مستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين، والآن نستمع للمتسابق حسين أسعد حطاب ابن ميسان الحبيبة، أهلا ومرحبا. يا محلى الوداع بهالميسية وعلوم المنية ان شاء الله. حفيه بحق الحسين كل الهلا بيك يا حبيبي. من وين؟ من ميسان. من الكحلاء. من الكحلاء. الله الناس الطيبه، هو متاهل ترى، ناسنا متاهل ان شاء الله. يا الله، حضرت مجالسي بالكحلاء ولا موجود؟ اكيد عيل مو متاهل. نعم ولا علي، مو هذا اداء القصيده في وجهه نظري. بس انا صوته راح اصوت له لان عندي لقصيده اذا قراها في المباراه اتوقع توقع كبير انه يفوز ما شاء الله، هذا اللي احنا نريده. نعم، فلذلك صوت له. احسنت احسنت ملا علي، شكرا جزيلا. اذا اتاهل ضمن فريق الملا علي مهدي، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وتحياتنا لك ولاهل ميسان كل الهلا. موفق. اعزائنا المشاهدين، اتاهلوا ويانا حسن أسعد حطاب من ميسان، والآن المتسابق الأخير في هذه الحلقة على عبد الستار اللامي من بغداد. جابر يا جابر، ما جريت بكربل الصار من شباوي النار، والحرم شاطت لي المعار
تريد هاليها ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني وتنظر السهم الشماتة شلون صك عيني وعماني وانظر القوس المقدار كم سهم ما ضير ماني وانا على فراش الولد كل ساعة وانصاب بسهم الله من صواب الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابر يا جابر ويلدهار ما انصفي وجار من شباوي النار ونار اللي يوجرها يلدهار بارك الله فيك طيب بارك الله انفاسك بارك الله فيك يا علي عبد الستار فيه. الحبيب والطيب ايش قد عمرك علي 33 سنه 33 سنه بس مبين عليك 60 هيك صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله سيد سعيد الصافي مبين عليه 60 ما حد داس الاخضر ابو حسين موفق ان شاء الله ان شاء الله مستقبلك قدامك وانت رادود الله يحفظك سيدي بس يراد لك شدت حيل ان شاء الله تعذرها بعد روح توعدنا ان شاء الله تشارك بالموسم القادم ان شاء الله اذا الله تجينا بعد يعني باداء اجمل ان شاء الله تقول لهم يلا كبسوا ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لك يا حبيبي كل التوفيق لك يا علي عبد الستار أعزائنا المشاهدين أنا نوهت أن المسابقة الأخير لكن المتسابق الأخير في هذه الحلقة اللي وصل متأخر وليد مجيد من ميسان راي ضيب نعش ولينا يا الله نعم وين شوفت تعنينا يا راح ألغيها الآن هذا نعشي حسين ابن أمي يا ما ينعين ريضي ابن عش وعلينا ريضي ابن عش وعلينا هلا هلا يا نعش اختك لي لو بالنعش هم تبراك تسمعي صايح دقعدي وحاجيني يا خويا تبرم حيارة يا خويا ما تقعدي تحاجينا يا الله يبارك فيك يا وليد طيب الله أنفاسك وهذا تراث ميسان الرحمة والخلود للرادود الكبير بن ميسان حسين بدرية رحمة الله عليه نعم منو العدل أكو واحد عدل ممكن سعدون طابور سعدون طابور بعد على قيد الحياة الله يطول بعمره إن شاء الله إيه التقيت بي في ميسان أحسنت أيه. مرة
يعني بموسم من المواسم قال السعدون طابور رحمة الله على روحه خابرني بالليل ايه يا قال عمو موتتني شو تريد من يمي تحياتنا إليه والله يطول بعمره إن شاء الله. نعم نعم شيخنا العزيز. أنا في الحقيقة يعني شفت أداء علي خاصة انطلاقته كانت جميلة جدا، رغم كون مثل ما يسموها الدوسات باللحن صعبة، ولكن علي قدر يؤديها بنسبة 80-85% فشيء جميل. وسبحان الله حب القدامى الرواديد لمقام السياقة مثل حب الرواديد الآن لمقام الكرد، فتشوف أكثر ألحانهم كرد، سابقا أكثر ألحانهم سياقة مع الرسل طبعا. ولكن جميل جدا. نعم ولا أنا أول طبعا واحد ضغط بالمناسبة يعني نعم ولا خلصنا ذاك الأخير نعم ولا علي بالله وليد المجيد كيف الحال يا حبيبي؟ ما تفضل الله يسلمك طبعا زخرف لك يا زخرف تينور واللي هو الأصوات الرجالية الحادة نعم ولامع ولك مستقبل أيضا، هذه الأصوات مرغوبة جدا في الخليج عندنا وممكن يعني أقدم لك إضافة ما تدري ها فأنت براحتك بعد أنت شكو واحد يوزع تينور لا تتكسروا ياه عرفت شلون؟ نعم محمد الحشفي الله يوفقه ما ما الله يوفقه أي والله سيدنا العزيز هاي القصيدة لمن عمي المرحوم نجم اللامي رحمة الله عليه الشاعر المرحوم نجم اللامي وقرأت الله يرحمه بالسبعينات نجم كان من أصدقائي الله يرحمه الله يرحمه بس احنا ما شيخنا شو طولت عندنا سيد لا يعني الشيع الحسين اكو نعش الشيع سيدنا انت تنين من يعني اللي مثلا انا تنين نبي الله نوح عليه السلام الله يطول بعمرك ترى نجم ذاك اليوم نجاه الحسين غير 70 سنه يقول لك قرأت قبل 70 سنه سيدنا قرأت قبل 70 سنة لكن الرجل عمره طويل يعني أطول عمره بعد 5 سنين لا أنا مو اعتراضي هو مع القانون الدولي الله يرحم الشاعر وإحنا ما عندنا رواية تقول إنه الحسين انشال بنعش والشيع صحيح بس هاي رحمة الله عليه مع ذلك هم عطز وأخذ نعم إحنا حقيقة شعرنا الله يحفظكم ويرعاكم عمنا الغالي العزيز سيدنا أنا أعتقد إنه من باب هذه القصيدة من باب انه اجت على لسان الحاكم السيده زينب سلام الله عليها تتمنى طريقه جميله حسين سلام الله عليه بس انا حشيت استبشر قرانا يا سلام على كاتبها مرحوم فهم ايش ما كتب هو مقبول عند الحين ان شاء الله الان امامك اربعه حكام والاختيار لك وان شاء الله كلهم واحد وكلهم هدفهم واحد حقيقه الاختيار صعب جدا من هاي القامات يعني براحتك براحتك اختار الاخ الحبيب محمد ما شاء الله شوف شنو هالثقه حتى ما يبوع على الولد الله يعافيك شنو هالثقه هاي نعم شكرا جزيلا لك قريبين على قلبي شباب ان شاء الله محمد الحلفي راح تكون ويا بخليط جدا جميل وان شاء الله توفيق لك شكرا جزيلا يا وليد مجيد تاهلت ويانا للمرحلة الثالثة ضمن فريق محمد الحلفي أعزائنا المشاهدين كانت هذه المشاركة هي ختام هذه الحلقة من برنامج منشد العراق ومرحلة التراث الأخ العزيز وليد تأهل ضمن فريق محمد الحلفي باسمكم أشكر السادة اللجنة اللي ويانا أشكر السيد سعيد الصافي وملا علي مهدي والشيخ ميثم التموار ومحمد الحلفي وإن شاء الله غداً انتظرونا في حلقة جديدة من مرحلة التراث محمد الحلفي فازها بهالحلقة بصوتين جميلين إن شاء الله حاط عينك عليهم مبارك طبعاً شكراً جزيلاً اصبحون على خير غداً موعدنا إن شاء الله بحلقة جديدة مع السلامة